تعرف حبائي خليني أقرأ من رسالة روميا آيتين كتير كتير مهمتين بقول في آية 13 صح 6 ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة في آية 19 يقول لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرار من البر وبستمر أحبائي بقول تحررنا من الناموس في إصحاح سبعة في صحاح 8 لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت فإذا خلاص أنا مت المسيح في الشيء متسلط على جسدي أنا كنت عبد الخطية الشيء اتغير السيد اللي اتغير بدل ما يكون السيد على حياة الشيطان اللي بسود على حياتي هو يسوع المسيح فإذا المسيح افتدانا من لعنه الناموس افتدانا من الخطيه والفداء هو عمليه الشراء بدفع الثمن لانكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي لله لانكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تاسيس العالم